مباراة الأهلي السعودي والشعلة في الجولة الخامسة عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان الدرجة الأولى السعودي لكي كيتشد المباراة مالك فضل التطبيق زر اللوح وشكرا لكم مسبقا ملعب المستضاف للمباراة ملعب بنس عبد الله الفيصلي ستاديوم بجدة توقيت المباراة سوف يكون كالتالي بيتم الساعة السادسة والنصف بتوقيت السعودي وقطر والإمارات والساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة والنصف بكل من توقيت المغرب وتونس والجزائر اما بالنسبه للقنوات الناقل المباراة قناه السعوديه الوحيد الناقد الناقل الحصري للمباراه نتمنى لكم فرجه ممتعه ولا تنسوا دعمنا بلايك والشراء والقناه وتفعيل خاص ترجع على الكل لكي يصل مواعيد وتفاصيل عبريات القويه والمقبله ونضرب لكم موعد في موعد قادم